السلام عليكم يا جماعة الخير، الزول في اللون. اليوم 9 أبريل 2019، رايحين نستناو يعني قرارات اجتماع الغرفتين لتثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية، وإذا تبين باللي بن صالح هو اللي يقود هذه الفترة تاع 90 يوم، معنى هذا أن السيستم باقي، النظام راه باقي وبنفس الوجوه وبنفس الأشخاص المحسوبين على الرئيس وعلى حاشيته. هنا يعني الكلام موجه للشعب الجزائري بكل فئاته، فعليه أن لا يتخلى عن مسؤوليته التاريخية وانسجامه مع مؤسسته العسكرية، فأظن أن الأشياء محبوكة، وهذين الحزبين الذي يشكلان يعني جبهة التحرير، حزب جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي، هذو زوج حزاب هما اللي سيروا دواليب السلطة. يعني لأن لو نفتح قوس، راكم تذكروا جمال ولد عباس لما كان أمين عام تاع الأفلان واش قال؟ قال حنا الدولة، جبهة التحرير هي الدولة، والأرندي هو لقيط أفلان، يعني كما نقولوا هو الابن غير الشرعي نتاع الأفلان، والأفلان هو ابن غير شرعي أيضا. فإذا هذين الحزبين إذا كان راحوا ومشاو مازال باقيين، وهما راهم يستولوا على يعني أغلبية البلدية تاع الوطن، يعني 1541 بلدية تقريبا عندهم الأغلبية، هما راهم يسيروا هذه البلديات، وهما اللي بحوزتهم كاع الكتلة الانتخابية ولا المنخرطين ولا يعني الاستمارات والملفات تاع الجزائريين، يعني تقريبا كل جزائريين الملفات راهم في الإدارة الجزائرية. فإذا يعني التزوير من اليوم راه بدا، وتعيين الرئيس راه من اليوم بدا. على كل حال الرئيس راه معروف، والنظام ما راحش يتغير بهذا الوجوه. وأنا دائما ونعاود نكرر للشعب الجزائري أن يقرر مصيره مرة أخرى، ونظن بلي هاد الناس ما حابينش يحشموا. على كل حال ما دام الأفلان قاعد، ما دام الأرندي قاعد، ما يكون والو، يعني ما كانش فيه تغيير جذري في النظام القائم. فأحزموا يعني أمتعتكم ولسقوضوا، والمؤونة نتاعكم لا رجوع. زنقة زنقة، الشارع هو الميدان، ما بقاتش هدرة مع هاد الناس، ما بقاتش هدرة، ما بقاش كلام معهم. هادو حابين الجزائر ردوها لنا مملكة، يعني مازال العصابة راهي تسير في البلاد، وبيهم بالحكومة نتاع بدوي هذه اللي بالتركيبة نتاعها اللي معينين بالمحسوبية. نستناو شا غادي يكون يعني القرار، كي غادي يكون على كل حال ويكون عندنا كلام محضر. ولكن حنا نقولوا بالوقاية استعدوا، حنا نقولوا استعدوا، لأن هاد الناس ما حابينش يحشموا، وإن شاء الله سننتظر تسونامي جزائري العاصمة، لأن هادو لازمهم الردع، وسيلة ردعية. ما بغاش يفهموا يعني بالعقلية وبالسلمية هاد الشعب وهاد الحراك، هما راهم يعني راسهم خشين، وحنا جزائريين وهما جزائريين، ولكن الغلبة لينا حنا، هما أقلية، هما قوتهم أين تكمن؟ يعني قوتهم تكمن في استقواء بالخارج، يعني فرنسا هي التي تحرك، هي التي ما زالت تدير في الأمور في الجزائر، وكيف تكون وجهة هذه الانتخابات. يعني الرئيس هو معين من الآن، على كل حال سيعلن عنه، والأحزاب هادو علاش قلت لكم لازم تمشي. الهدف نتاعنا الأول احنا كجزائريين هو ذهاب الأفلان إلى المتحف هو والأرندي. ما دام هاد الحزبين موجودين في الإدارة، كما قلت راه يقول جمال ولد عباس باللي الأفلان حنا هما الدولة، يعني حنا كل شيء مع الأرندي. وأنا نعطيكم هذه المعلومة بالنسبة للأرندي، حتى هذا الممثل تاع أرندي في وارن قالها لي أنا شخصيا. على كل حال كانت واحد المناسبة قال لي حنا الدولة، أرندي هما ثاني الدولة، دونك الأفلان وأرندي هما الدولة. يعني وراه الديمقراطية، أنا وراه الدستور تاع 89، وراه اللي فتح المجال السياسي. يعني
وعطى الترخيص الاحزاب باش يتاسوا اكسترا اكسترا. فاذا انا نظن باللي الحاله راهي خطيره يا جماعه الخير. شوفوا كيفاش ديروا تلقاو حل لطرد هذه العصابه نهائيا. هذه العصابه راهي تستقوى بالخارج، وراهي اوامر فرسيه جاتها باش تمشي في هذا الخط على كل حال. والمساء ان شاء الله يكون عندنا كلام واحد اخر لما نشوفوا يعني رد الفعل تاع القوى الاخرى. ربما اليوم سيصدر قرار تثبيت شاور منصب رئيس الجمهوريه وتعيين الرئيس الذي سيسير هذه الفتره تاع 90 يوم. نشوفوا اذا كان بن صالح اللعبه راهي مخدومه مسبقا، وعلى الشعب ان كما قلت ان يقرر المصير نتاعو، وان شاء الله يكون فيها الخير يعني بالنسبه للقوى الاخرى التي تريد الخير لهذا الشعب، التي تريد الخير لهذا الوطن. ونرى ماذا ستقرر على كل حال. وحنا نعرفوا بلي هذا النظام الافلام غير شرعي، الاراندي غير شرعي، الاحزاب المواليه غير شرعيه، وحكومه بدوي معينه خارج الدستور. فاذا ليس هناك اي مؤسسه دستوريه الا مؤسسه الجيش اللي راهي اليوم مؤسسه شرعيه ودستوريه طبقا للماده 28 7 و8 والانسجام اللي كاين بين هاد